لا تحزن، لأنك جربت الحزن بالأمس فما نفعك شيء. رسب ابنك فحزنت، فهل نجح؟ مات والدك فحزنت، فهل عاد حيا؟ خسرت تجارتك فحزنت، فهل عادت الخسائر؟ لا تحزن، إن كنت فقيرا فغيرك محبوس في دين، وإن كنت لا تملك وسيلة نقل فسواك مبتور القدمين، وإن كنت تشكو من آلام فالآخرون راقدون على أسرة بيضاء من سنوات، وإن فقدت ولدا فسواك فقد عددا من الأولاد في حادث واحد. لا تحزن، إن أذنبت فتب، وإن أسأت فاستغفر، وإن أخطأت فأصلح، فالرحمة واسعة والباب مفتوح والغفران موجود والتوبة مقبولة بإذن الله. لا تحزن، لأن القضاء مفروغ منه والمقدور واقع والأقلام جفت والصحف طويت وكل أمر مستقر. فحزنك لا يقدم للواقع شيء، ولا يؤخر ولا يزيد ولا ينقص. لا تحزن، فإن عمرك الحقيقي سعادتك وراحة بالك. فلا تنفق أيامك في الحزن وتبذر لياليك في الهم وتوزع سعادتك على الهموم، ولا تسرف في إضاعة حياتك، فإن الله لا يحب المسرفين. لا تحزن، وأنت تملك الدعاء وتجيد الانطراح على عتبات الربوبية، وتحسن المسكن على أبواب ملك الملوك، ومعك الثلث الأخير من الليل، ولديك ساعة تمرغ جبينك في السجود. لا تحزن، فأنت تشرب الماء الزلال وتستنشق الهواء الطلق، وتمشي على قدميك معافى، وتنام ليلك وأنت آمن. لا تحزن، لأنك عبد وأن ربك هو أرحم الراحمين. فالحمد لله رب العالمين. هل علمت الآن لماذا أخبرتك؟ لا تحزن. السلام عليكم.